هذا الشيلة من كلمات أبو سارة الجلحة ويأدار من شد حسان الوايلي. أبو سارة استفتح بذكر النهب والرال وغم القوى في البال جزيلة حصرياً على قناة تراث بلد. صحيح ان ميزان الصحاب دايما ميال وبه ناس في الدنيا وفيه وبطاله رفيق يفرط في الخوي ليل كسب المال مباده في حب الدنانير مياله وصاحب يفضل مكسب الصاحب الرجال ويبدل دمه في صاحبة الجد وامواله وصاحب في اوقات الرخبة تراه اقبال ولا حلقة تقفى وصاحب في الشده يجي والحمول اثقال وتي لهم مصادر من شوفة اقباله وصاحب معك الاخ في كل ظرف وحال ولا جارت ايامه ساكت ما شكا حاله ما بعد الاخوه والصاحب ما لها مكيال ولا يحتويها اي شاعر في اقواله ابو سارة استفتح بذكر النبي صحيح ان ميزان الصحاب دايما ميال وبه ناس في الدنيا وفيه وبطاله رفيق يفرط في الخوي ليل كسب المال مباده في حب الدنانير مياله وصاحب يفضل مكسب الصاحب الرجال ويبدل دمه في صاحبة الجد وامواله وصاحب في اوقات الرخبة تراه اقبال ولا حلقة تقفى وصاحب في الشده يجي والحمول اثقال وتي لهم مصادر من شوفة اقباله وصاحب معك الاخ في كل ظرف وحال ولا جارت ايامه ساكت ما شكا حاله.